يترجم الجماعه الشعبية اليوم ما عندناش حياد لإخوان اللي على الجنبات يتحقوا المسيرة. امريكا غتحرق مع اسرائيل. ايتها الجماهير الشعبيه، سكان مدينه زي المجاهده الصامده، سكان هذه المدينه المعروفه بنصرتها ووقوفها مع المستضعفين، تتابعون ما يجري على ارض فلسطين، تشاهدون وتتابعون يوميا مجازر الكيان الصهيوني المجرم. ها انتم ترون مصادره الاراضي، وها انتم ترون قتل الابرياء، وها انتم ترون تدنيس المقدسات وهدم البيوت على اصحابها، ها انتم ترون جرائم الحرب امام اعينكم. نقول لكم مرحبا بالكرام، كتشاهدوا يوميا سفك الدماء ديال الاخوان والاخوات ديالكم في فلسطين. هذا امام مرأى العالم باكمله، تقعوا على مرأى ومسمع من المنظمات الدوليه من العالم باكمله. الان وفي الساعه الواحده صرحت وزارة الصحة في غزة بلغ عدد الشهداء 3478 شهيد و12565
من الجرحى وباقي هناك جثث تحت الركام في غزة، جرائم لم يعرف لها التاريخ مثيل. والشي كيعرف الحبيب الكرام بأن البارحة تم قصف مستشفى كانت الضحايا 471 ضحية، أضف إلى ذلك الجرحى. جرائم الحبيب الكرام ديال الكيان الصهيوني، لم يعترف الكيان الصهيوني لا بالقوانين ولا بالاتفاقيات ولا المعاهدات الدولية، أصبح كل شيء بالنسبة إليه مباح. إذن أحباب الكرام، الآن كلكم كتشاهدوا هذه الجرائم، وكلكم كتشوفوا الإخوان ديالكم كيتقتلوا كيشردوا يوميا، ولكن مع ذلك هذا الكيان يعتبر نفسه بأنه هو المظلوم، كيعتبروا نفسهم بأنهم مظلومين، واستنفروا الدول العظمى وحلفائها، استنفروا الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وألمانيا وفرنسا، فاستجابة لهذا النداء ديال الصهاينة، وبالتالي وفروا لهم واحد الغطاء سياسي ودعموهم عسكريا. واليوم يزور جون بايدن تل أبيب ليقدم الدعم إلى الجيش الإسرائيلي، وليقدم الدعم المعنوي للأسر ديال الأسرى الصهاينة. بالمقابل يا حبيبي الكرام، استنجى الإخوان ديالنا فلسطين، استنجدوا بالأمة الإسلامية، ها أنتم ترون الحكام العرب الخونة المنافقون، إنك لا تسمع يا حكام الهزيمة ترش بالجريمة، يا حكام الهزيمة. هاد الحكام العرب هاد المنافقون التزموا الصمت، بل أكثر من ذلك طبعوا مع الكيان الصهيوني وجعلوا لي غطاء لتقتيل إخواننا وأخواتنا في فلسطين. الآن يا أحباب الكرام، كلكم كتعرفوا هذه الجرائم، وكلنا كنعرفوا الخيانة الكبرى اللي بانت من الحكام العرب اللي كينفقوا الملايير من الدولارات من أجل الترسانة العسكرية، ولكن لمن؟ اللي باش يقتلوا بها الشعوب ديالهم. لا وألف لا لهذه السياسة الهمجية حتى ديال الحكام العرب. الحب الكرام، الآن شنو هو الموقف ديالنا من هادشي اللي كيوقع للإخوان ديالنا في فلسطين؟ نحتاطوا بواحد السياسة ديال التثبيط وديال التيئيس اللي كيزرعوها الصهاينة ومنهم المتصهينين في المغرب. غادي يجاوب على واحد جوج أسئلة اللي كيبغيو يثبطوا فيها العزيمة ديال المجاهدين والمقاومين في غزة وفي البلدان العربية. كاين منهم من يطرح السؤال كيقول لك حركة حماس هي التي كانت هي التي أعلنت الحرب على إسرائيل، في غياب واحد الكفاءة وفي واحد التكافؤ ديال القوة العسكرية. غادي نقولوا لهاد الناس بأن إسرائيل أعلنت الحرب على فلسطين يوم أن قررت تأسيس دولة إسرائيل فوق الأراضي الفلسطينية، وأكثر من ذلك فإن إسرائيل أعلنت الحرب على الأمة الإسلامية بأكملها عند تدنيسها للمقدسات المسلمين في المسجد الأقصى. يحيي الكرام، السؤال الثاني اللي كيطرحوا هاد الناس واللي كيبغيو يثبطوا به الشعوب الإسلامية هو ما الجدوى من هاد المظاهرات وهاد الاحتجاجات؟ فهي لا تجني الشعب الفلسطيني شيئا. نقولوا لهم بأن هذا الطلب ديال الإخوان ديالنا في فلسطين، هم الذين يطلبون منا أن نخرج إلى الشوارع ونحتج على الحكومات ديال الدول ديالنا من أجل الضغط على قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. الآن بالخروج ديالنا وبالتضامن ديالنا مع إخوان ديالنا في فلسطين كترفع المعنويات ديالهم يا حبايب الكرام، وكنضغطوا على الدول العربية الإسلامية الخائنة من أجل أن تقطع جميع العلاقات ديالها
مع هذيك هي المجرم. يا صهيون يا ميعاد فلسطين في العالم. إذا ريحوا الكرام مش منطوش على الإخوان تبعا لما قلناه على المسار وما جاء في هذه الجرائم ديال الكيان الصهيوني، نعلن الإخوان ديالنا ما يلي: نجدد إدانتنا للكيان الصهيوني على الجرائم ديالو من التقتيل ومن المصادرة ديال الأراضي ومن تدنيس ديال المقدسات ومن الطرد من المسجد الأقصى ومن التهجير ديال الشعب الفلسطيني. ثم نشدد على تضامننا مع الشعب الفلسطيني، وكنقول بأن الشعب الفلسطيني له حق في تحرير أرضه وفي الدفاع عن نفسه. ونؤكد أيضا كنأكدوا الأمة بأكملها أمام هذا السكوت ديال المنتظم الدولي وهذه الخيانة العربية الإسلامية للإخوان ديالنا. نؤكد بأن الخيار الوحيد الكفيل بتحرير الأراضي وتطهير المقدسات هو الخيار ديال المقاومة. لا شيء يعلو عن خيار المقاومة. يا كتائب القسام الانتقام الانتقام. نؤكد للجميع أيضا استمرارنا في النضال من أجل إلغاء اتفاقية العار واتفاقية ديال الذل، اتفاقية ديال التطبيع ديال النظام المغربي مع النظام ومع الكيان الصهيوني. ونطالب بالتراجع على هذه الاتفاقية ديال العار اللي هي اتفاقية مع كيان الصهيوني. ثم نؤكد بأن كل شكل من الأشكال ديال التطبيع كيفما كان حاله يعد خيانة عظمى للقضية الفلسطينية، ويعد مشاركة مباشرة في الجرائم ديال بني صهيون. أخيرا أحباب الكرام، نناشد ونطلب من جميع الهيئات السياسية النقابية المجتمع المدني من أجل التنسيق وتكاتف الجهود باش تستمر هذه الاحتجاجات والتضامنات مع الإخوان ديالنا الشعب الفلسطيني. يوميا يجب أن يكون هناك تعبير على التضامن ديالنا مع الشعب مع الإخوان ديالنا في فلسطين. وأخيرا نقول لإخواننا في فلسطين: نصركم الله، أيدكم الله، آواكم الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عاشت فلسطين دولة مستقلة من النهر إلى البحر، عاشت المقاومة الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.